محبوب وديني زاد وجدي والبعض كوين. كاين بزاف من الشباب الجزائري يحسب انه الطريق لقلب المرأة هو الحب. ستوبيد بيبول. لا ريبونس هي الاهتمام، اتنشن. الفو تبين لها باللي راه في بالك توت لا جورني. الاستيس هي انك اشاك فوا تدخل التواليت تبعث لها ميساج بيبي جو بونس اتوا. هي سي با فري تي اون تران دو فار كاكا مي ال لو كرو. Ça va. Ok. مرحبا يا لذيذ. ممكن نتعرف بليز؟ ها. بليز. لا. بليز. لا. بليز. لا. بليز. لا. لا. بليز. بغيت ولا يوم لاف اي يو اي لاف يو تايا يوجبك ندامة وصوالي سيد الرجال وقف معاك في المحنة عطاك دم ها؟ كنت فين يا ولد؟ ها؟ داخل مرة إلى بالعصاية على أم راسك حدغدغها كنت فين يا ولد؟ I will not have a boyfriend. No, not that.
تنحى وقع عربية تنحى وقع رانا 40 مليون ما تقدروا الناس والشعب الجزائري اذا دار حاجه لهنا في راسه والله غير يديها. صبغي غمدينيخ ديما يك موفيخ صندي دمازيخ تلويث كاني مفغيخ زاير في الله مرغيخ امكمي وروفيخ انداث اللي دليخ كمي كانت مرثيخ على بلادي غبنوني ضروري خسر شيء مهم في حياته سواء منصب ولا مال ولا شخص اكدوا لي على عينيهم كي تحلوا من تقولهم شخص يحس الدنيا انطبقت عليه والسبب هو ليس التعلق وانما كيفية التعلق. معادلة بسيطة عجبتني بزاف في فك التعلق اللي تعادل كل مقاطع تحفيز الذات يوم تفقد شيء معين يا اما شخص او مال او غير ذلك. تفكر هذه المعادلة بحرفين فقط حرف الـ H او بالفرنسية حرف الـ H وأنك بينك وبين الشخص اللي يكون معاك يكون كاين رابط يمثل الاتفاق باش تكملوا حياتكم في رحبه، في حين يروح تبقى واقف وتكمل حياتك عادي لأنك كنت في الوضعية الصحيحة. أما الوضعية الغير الصحيحة هي أنك تتاخذ في حياتك وضعية حرف التي وهو أنك تقرأ الأمان وتسلم فرحتك وسعادتك وضحكتك وربما مصيرك كما قال القائل على شيء معين، بمعنى نهار يجبد ويتخلى عليك ستسقط غادي تطيح وكيفاش طيح طيح على راسك حبيبي.